الكوارث البيئية التي تعاني منها الكويت منذ 30 سنة ما زالت إلى الآن تبحث عن حلول جدية، والبعض منها ما زال يدرس تحت المجهر. فمشاكل التسرب النفطي وتلوث التربة والصرف الصحي ومدافن النفايات ومصانع أم الهيمان وما عانت منه منطقة الأحمدي من تسرب للغاز في المنازل، جميعها تبحث عن حلول في معرض الكويت للبيئة والمياه والطاقة. المعرض أطلق دورته الأولى، حيث تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي بالتعاون مع الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. إبراهيم السرحان زار المعرض وعد لنا هذا التقرير. حجم المخالفات البيئية التي شهدتها البلاد قبل 3 عقود من احتراق الآبار وصرف صحي ومدافن النفايات ومشكلة المصانع في أم الهيمان وأخيرا تسرب الغاز في الأحمدي أمور تهدد بكوارث مزمنة. أخذنا وعد حتى من الإخوان في مجلس الأمة بأن قانون البيئة الجديد راح يكون مطروح في الدورة في دور الانعقاد الحالي، فنتمنى الحقيقة أنه فعلا يقر قريبا، يعني لو تعرف طول كثيرا. لا شك الكويت الآن بحاجة ماسة أكثر من أي وقت سابق لإقرار القانون الجديد. القانون القديم أعتقد استهلك بما فيه الكفاية وبين فيه القصور الحقيقة. عضو المعارض الدولية شهدت افتتاح معرض الكويت للبيئة والمياه والطاقة بمشاركة 30 شركة لتقديم وعرض أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات الصديقة للبيئة. المعرض الحقيقة متخصص جدا، يشارك فيه العديد من الجهات المعنية في مجال البيئة وحماية البيئة، بالإضافة إلى تحلية المياه، وكذلك بالإضافة إلى الطاقة الخضراء، وبمشاركة محلية ودولية من صناع القرار وأصحاب الأعمال الباحثين والأكاديميين لتبادل الأفكار لتوصل إلى حلول يمكن أن تساهم في توفير بيئة مستدامة. الاعتماد الأخضر للأعمال، وهذا يطرح لأول مرة دولة الكويت ودول الخليج، وإحنا الشريك الحصري للإنستيتيوت أوف جرين بزنس سيرتيفيكيشن اللي هي منظمة الاعتماد الأخضر للأعمال المتخصصة في اعتماد الشركات وممارساتها بحيث تكون متوافقة مع البيئة وصديقة للبيئة. عبارة عن عقد مع وزارة المالية، عقد BOT يقوم باستقبال النفايات الإنشائية، مواقع أنقاض المباني في الكويت، وقبل جلبها إلى مردم البلدية نقوم بإعادة تدويرها. المعرض في ختامه سيعقد مؤتمرا يهدف إلى توفير قاعدة مثالية لمناقشة مختلف التحديات والقضايا المتعلقة بالبيئة. التوعية والشراكة الاستراتيجية يطلقها هذا المعرض في رسالة مهمة، كون أن البيئة لم تعد كما السابق، والأماني والأمنيات بإقرار قانون البيئة الجديد. إبراهيم السرحان، تلفزيون الوطن، أرض المعارض، منطقة مشرف.